المقصود من أهل السنة؟ مصطلح أهل السنة ما هو المقصود منه؟ هذا المعنى له معنيان، يعني هذا المصطلح له معنيان كما يقول الشيخ ابن تيمية. يقول مصطلح أهل السنة تارة نطلقه في قبال الشيعة، يقول المسلمين قسمين، قسم سنة وقسم شيعة، هذا ابن تيمية يقول هذه وحدة، هذه حسبة من الحسابات، فذولي سنة وذولي شيعة. طيب شنو تقصد بالسنة هنا؟ قال الأشاعرة المعتزلة السلفية كلهم هنا وذولي الشيعة لوحدهم. طيب ليش قسمتهم هالشكل؟ قال ذولي كلهم ما يقولون بالإمامة وهذول يقولون بالإمامة. جدا كلام خطير وجدا كلام مهم. هذول كلهم ما يقولون بالإمامة وهؤلاء الشيعة يقولون بالإمامة. الآن أنا أرجوكم راح أقف بين قوسين، مضطر أن أقف بين قوسين وأرجوكم أن تنتبهوا لي بناء على كلام ابن تيمية. صح هذا مو موضوعي، ولكن بما أنه الآن وصلت لهذا الكلام، هذا مو موضوعي لكن ضروري أقول هالكلام. هذا الكلام اللي يقوله الشيخ ابن تيمية كلام سليم، أنا واحد من الناس أقبله، كلام سليم. هؤلاء سنة وهؤلاء شيعة، ما هو الفرق بينهم؟ الفرق بينهم أن هؤلاء بأجمعهم لا يقبلون قول الشيعة في أن الإمامة تنصيب إلهي، وهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون أن الإمامة تنصيب إلهي. جميل، انتبه، هذا الشخص الشيعي إذا أنكر الإمامة وين يروح؟ انتبه لي كل زين، وين يروح؟ يروح إلى هذا الاتجاه، صح ولا لا؟ إذا كان واحد من هذه الفرقة، من هذا الفريق، هذا الشخص الشيعي إذا أنكر الإمامة وين راح يروح؟ راح يطلع يسير بهذا الاتجاه، صح ولا غلط؟ لأن ذولي كلهم ينكرون الإمامة، صح؟ صح. هذا الشخص السني إذا آمن بالإمامة وين راح يروح؟ راح يروح لهذا الفريق، صح ولا غلط؟ صح. إذن ما هو المائز بين هذا وهذا؟ الإمامة، الإمامة. فمن آمن بها صار شيعيا، ومن لم يؤمن بها صار سنيا، والله يحفظ السنة والشيعة. الآن اسمع اسمع، ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 فرقة في النار وواحدة في الجنة. هذا الحديث مروي عند السنة والشيعة، مو دعوة للطائفية، دعوة للعلم والتبصر. هذه الفرقة الناجية بأي شيء اختلفت عن الفرق الأخرى؟ بمسألة فقهية لو بمسألة أصولية؟ عيدوا التسجيل هذا المقطع اللي جاي أقوله، عيدوا التسجيل كم مرة حتى تفهمون الفكرة اللي جاي أقولها. هؤلاء 72 فرقة، ليش واحدة من الفرق كانت ناجية والباقين كانوا هالكون أو هالكين؟ كلهم مسلمين. يقول ستفترق أمتي، ستفترق أمتي، يعني كل هذه الفرق مسلمين، كلهم مسلمين. شنو يعني مسلمين؟ يؤمنون بالله، يؤمنون برسول الله، يقرؤون القرآن، يصلون، يصومون، يحجون، يزكون، يفعلون كل ما يفعله المسلمين. طيب ليش هذه الفرقة تميزت على 72 إذا كلهم هكذا؟ ها، الفرقة هذه عندها أصل يختلف عن باقي الفرق كلها. هذا الاستدلال يعادل بالذهب إذا تنتبه لي. هذه الفرقة لها أصل يختلف عن كل المذاهب الثانية. طيب ما هو هذا الأصل؟ هذا الأصل هو الإمامة. إذا آمنت به دخلت فيها، وإذا أنكرته خرجت منها. ما أريد أجيب هذا الحديث، شنو زيادته؟ شنو النهاية مالته؟ هل قال النبي أنا
ما عليه أنا وأصحابي أم هل قال النبي علي وشيعته؟ هذه الزيادة ما أريد أتكلم عنها، أريد أخذ الحديث لوحده. ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 فرقة في النار وواحدة في الجنة. أنا أحلل هذا الكلام بس، ستفترق أمتي يعني كل الفرق من أمتي، أمتي راح تفترق. مثل واحد يقول إخواني راح يفترقون، كلهم إخواني راح يبقون إخواني بس مفترقين. معنى ستفترق أمتي أي أن المسلمين سيكونون فرق، كلهم مسلمين، ماكو واحد راح يصير كافر، كلهم مسلمين. لاحظ. طيب شنو يعني كلهم مسلمين؟ يعني كلهم يؤمنون بالله. ولذلك أنتوا الآن شوفوا كل مذاهب المسلمين يقولون لا إله إلا الله، محمد رسول الله، القرآن كتابنا، الكعبة قبلتنا، يصلون خمس فرائض، يصومون، يحجون، يزكون، كلهم. إذن ما هو الاختلاف بينهم؟ الاختلاف في قضية من آمن بها خرج من هذا الإطار ودخل إلى هذا الإطار، ومن أنكرها خرج من هذا الإطار ودخل إلى هذا الإطار. أتمنى تكون الفكرة واضحة. إذا ما اتضحت الفكرة عندكم عيدوا التسجيل.